أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى وصيه ووزيره وخليفته يعسوب المسلمين وإمام المتقين ورئيس المجاهدين وقائد الغر المحجلين أبي الأئمة والمخصوص بالأخوة نفس الرسول وزوج البتول علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليكم أحباءنا المشاهدين جميعا ورحمة الله. في الحلقة السابقة كان بحثنا حول مسألة الحساب. قلنا إن من أهم المواقف يوم القيامة للإنسان موقف الحساب، حينما يقف بين يدي الله عز وجل للحساب والكتاب. ونحن نسأل الله في كل وضوء لكل صلاة: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تبتلنا بسوء الحساب. وقلنا أن التعبير القرآني بالنسبة إلى الحساب على أقسام أربعة أو على عناوين أربعة: سوء الحساب، سريع الحساب، حساب يسير، وحساب شديد. وبينا في الحلقة القادمة معنى سوء الحساب والمعاني الثلاثة التي كانت في سريع الحساب، وأيضا بينا معنى حساب شديد وحساب يسير. ولكن في هذه الحلقة نمر على بعض الروايات لتنوير قلوبنا وأذهاننا ولبركة أسماعنا لتلاوة روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نراجع كتاب المقدس المسمى ببحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي قدس الله نفسه الشريفة، الجزء السابع صفحة 267. ينقل عن الكافي عن علي بن يقطين رضوان الله عليه، عن محمد بن سنان رضوان الله عليه، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر قال: إنما يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. الحساب حسب العقل. كل إنسان مهما يكون عقله أكثر وأكبر حسابه يكون أعلى. طبعا المجنون لا حساب عليه، الصبي والطفل لا حساب عليه، الإنسان أبله الذي لا يفهم، أو مثلا البسطاء البلهاء لا يحاسبون حسابا شديدا. ولذلك ورد في الروايات أن أكثر أهل الجنة البلهاء، أكثر أهل الجنة البلهاء، يعني الإنسان البسيط البله، ليس البله بمعنى الأحمق، كلا، البله بمعنى البسيط، الإنسان الذي ظاهره وباطنه على حد سواء، صافي القلب.
أيما يكون العقل أقوى يكون الحساب أشد. هذا مطلب. المطلب الثاني عن السماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر أيضا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: أول ما يحاسب به العبد الصلاة. من أشد المواقف يوم القيامة مسألة الحساب لأجل الصلاة. يحاسب العبد لصلاته، هل صلاها كاملة أو لا؟ المطلب الثالث الأمور التي لا يسأل عنها. هذا السؤال، ما هي الأمور التي لا يسأل الله تعالى يوم القيامة عن العبد؟ يغفر للعبد، يعني يسأل عما سوى هذه الأمور، وهذه الأمور لا يسأل. في بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 259 حديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تزول بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 258 عن الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته، يعني اللباس، اللباس الذي يستفيده الإنسان طبق شأنه وعلى مقداره لا يسأل عنه يوم القيامة، مغفور عنه. نقف عند فاصل ونعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائذين ويا منجي الهالكين ويا عاصم البائسين ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا جابر المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حصن اللاجئين إلا ما عذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك ودعتني الإساءة إلى الإناقة بفناء عزك وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك وما حق من اعتصم بحبلك ان يخذل ولا يليق بمن استجار بعزك ان يسلم او يهمل. ما هو رأي العلامة المجلسي بالنسبة إلى حقيقة الميزان وكيفيته؟
كنا في بيان الأمور التي لا يسأل عنها يوم القيامة. الأمر الأول اللباس. طبعا ليس المقصود اللباس الفاخر غالي السعر، لا، لأن الرواية تقول خرقة يواري بها عورته، يعني اللباس المتوسط، اللباس المقتصد على حد شأن الإنسان، اللباس الذي يتكسى به الإنسان يتحفظ نفسه من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء. هذا اللباس على حد لا يكون إسراف، لا يكون لباسا متعددا، البعض يمكن لهم عشرات الملابس، لا، لباس على حد متوسط. لا يسأل الله تعالى عن اللباس، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا يسأل عنه، أو كسره يسد بها جوعته، يعني طعام أيضا على حد المتوسط على طبق شأن الإنسان، طعام معتدل متوسط يتقوى به الإنسان، يتغذى به الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن الطعام. إن شاء الله سنمر على البحث بصورة مفصلة في الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العامة يقولون النعيم يعني نعيم الدنيا، الملابس والمآكل والمشارب، أما على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم النعيم له معنى آخر. لا يسأل الله تبارك وتعالى عن الطعام إلا إذا كان إسرافا. إذا بلغ الطعام حد الإسراف ذاك أمر آخر، يحاسب العبد على الإسراف، ولكن الطعام المتوسط الذي يأكل الإنسان في ليله ونهاره، في العشاء مثلا، في الصباح، الإمام يعبر كسره. كسر يعني مقدار قليل من الطعام المتوسط يسد بها جوعته، لا يسأل الله تعالى عن ذلك. الثالث، الأمر الثالث الذي لا يسأل الله عنه، أو بيت يكنه من الحر والبرد، أيضا بيت على حد متوسط، لا بيت على حد مثلا أفرض القصور والأبنية والعمارات الضخمة، لا، ذاك إسراف. يبني بيت مع عشرات الغرف، الأستار، الفروش، لا، بيت يكنه من الحر والبرد، يعني بيت متوسط حسب شأن الإنسان يحفظه من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء. هؤلاء الثلاثة أعزائي، فهؤلاء الثلاثة لا يسأل عنها يوم القيامة: اللباس على حد المتوسط، المأكول والمشروب على حد الحاجة، والبيت والمسكن والمنزل، المسكن والمنزل على حد الحاجة. وأما الأمور التي قطعا يسأل الله تعالى عنها، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحار، في بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 259: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن أربع خصال. لا يتحرك العبد يوم القيامة قدم عن قدم إلا ويسأل الله عن أربع أشياء. الأول: عمرك فيما أفنيته. العمر يسأل عنه، شبابك، عمرك، أوقاتك، الفرص. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. الفرصة تذهب، تندم ثم تندم على ذهاب الفرص. اغتنم شبابك، اغتنم في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، قبل أن تشيب وقبل أن تضعف اغتنم شبابك، وغناك قبل فقرك، اغتنم أموالك التي بين يديك، لا تهدم الأموال، لا تسرف. عمرك فيما أفنيته، هذا هو الأول. والثاني: وجسدك فيما أبليته. هذا البدن، هذا اليد، هذا الرجل، هذا الرأس، الله سبحانه وتعالى أعطاك لتستفيد منه في عبوديته، في الخدمة إلى الناس،
في تحصيل العلم والمعرفة بأهل البيت عليهم السلام، فيما أبليت، فيما أبليت عينك؟ نظرت إلى الأفلام إلى آخر الليل عند الشاشات وعند التلفزيونات عند الفضائيات والمواقع والقنوات؟ هذا عمر غال تصرفه في أي شيء، هذه الأفلام لا فائدة فيها. وجسدك فيما أبليته، أذنك، عينك، سمعك، بصرك، لسانك فيما أبليته، وما لك من أين كسبته؟ نرجع إلى البحث بعد فاصل قليل. هل تعلم؟ هل تعلم أن كل نبي يشهد على أمته يوم القيامة، وأن نبينا محمداً صلى الله عليه وآله يكون شاهداً على كل الأنبياء والمرسلين؟ بنا مجهول هوية وعدنا برد مسؤول، ما أدري قلب ضعيف خاف، هذا بالسنة 12 سنة قبل قرروني هذا الجسد اللي يكون ما يخوفه. قلت له جسد ما يخوف، ليش يخوف جسد؟ قال أبي إنسان يخوفه. قلت له تعال الثلاجة، يعني ثلاجة فليت ثلاجة طلع على جسد صرخ وشرد. شرد، قلت له تاني خلا أصبر، خلا أقول لك ليش تشرد؟ لا تشرد، وقف خلا وشرد راح ما وقف. هذا به الناس مثل ما تكلمت تخاف من الموت، به الناس تخاف من الميت والموت يخاف، هذا شيء خاص له. هنا أكثر تغييرنا بالبكاء، نبكي عليه الإنسان الصالح، معاملة جيدة، يعني معاملة كل ما عدنا هم وكل ما عدنا شيء اللي نعرفه هنا نتعب لهم، ومنهم سوين شيء منهم خدمتهم قدام الحسين، كل ما تتعب له شوية حسين بنظرة أخو ما نشوف، بس نحس إحساس اللي الحسين أبو عبد الله وأصحاب البيت جمعا يوم من جهة خادمهم، هذا خادمهم وتبعون جنازته ويصلون وراء صلاة الميت، وحتى لما ما يندفن هو وياهم. أول صفحة اليمنى وتالي صفحة اليسرى. من خلصنا تغسيل نفرش الشفن، الشفن نفرشة ونخلي الوزرة حذر والملفة والوزرة، ونخلي القميص ونلبس الشفنة ونحنطه تحنيط، نسوي يبت الكافور ونحنطه الجنازة تحنيط ونشفنها نعطيها تحويل لها بعد ياخذونها.
هاي شرح تغسيل الجنازة وتكفينها تكفينها. هذا ماء كافور، هذا هذا هم ماء ماء السدر، وذاك ماء الغراح. هذه ثلاث مايات لازم يتغسل بهن الجنازة. بهالثلاث المايات الجنازة تغسل، ماء السدر والكافور وماء الغراح. ما هو رأي العلامة المجلسي بالنسبة إلى حقيقة الميزان وكيفيته؟ نعم أعزائي، الأمور المهمة التي يسأل الله تعالى عن العبد: الأول العمر فيما أفناه، الثاني الجسد والبدن فيما أبلاه وفيما صرفه، الثالث في المال، المال الله أكبر. الروايات تؤكد على أن الأموال تحاسب عليها. يا عباد الله، لا تجمعوا الأموال عندكم، فإن الحساب على الأموال صعب. الإمام الصادق عليه السلام يقول: في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. المال كثيره قليله جيد، ولكن كثيره صعب، لأن المال على ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الحلال في حلالها حساب، الحساب يلازم طول الموقف يوم القيامة، في حلالها حساب، في حرامها عقاب، وإذا كان المال حراما فواويلتاه على الحرام فهذا هو عقاب الله. وإذا كان المال شبهة، يعني مختلط بين الحلال والحرام، أو مو معلوم من الحلال أو الحرام، فيه عتاب، يعاتب الله العبد: لماذا كسبت من هذا المال المشتبه؟ وما لك؟ من أين كسبته؟ وأين وضعته؟ أين صرفت الأموال؟ ترى بعض الأحيان البعض يقول: هذا مالي، أحب أن أصنع ما شاء. أنت لست بحر حتى تصنع بمالك ما تشاء. يوم القيامة يسألون: هذه الدراهم والدنانير فيما صرفته؟ يبدل فرش البيت مثلا، أستار البيت، هذا الستر ستر صحيح، لماذا تغير وتبدل ستر بيتك؟ لماذا تبدل باب بيتك؟ هذا إسراف. وفي حلالها حساب، وأين وضعته؟ أين صرفت أموالك ودراهمك ودنانيرك؟ هذا العمر والجسد والمال. والرابع وعن حبنا أهل البيت، السؤال المهم عن محبة أهل البيت. طبعا أعزائي، المحبة بمعنى الولاية، ليس الحب بمعنى أنه أنا أحب في قلبي الحسين صلوات الله عليه، لا يكفي هذا المقدار، ولو كان حب أهل البيت نافع، أما الحب بمعنى الولاية، يعني تعتقد إمامتهم وولايتهم ولا تفضل غيرهم عليهم. هذا هو السؤال. لما بلغ كلام النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا المجال، سأل رجل: يا رسول الله، وما علامة حبكم؟ أنت تقول حبنا أهل البيت، يسأل الله تعالى يوم القيامة عنها، زين، ما معنى الحب؟ ما علامة الحب؟ قال رجل: ما علامة حبكم يا رسول الله؟ قال: محبة هذا، ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب. محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محبة الحسن ومحبة الحسين، يحاسب يوم القيامة ويسأل العبد عنها. أيضا الرواية الأخرى:
حساب الناس على أهل البيت صلوات الله عليهم. الأئمة يحاسبون العباد لأنهم الحكام يوم القيامة. في نهاية المطاف لا بأس بأن ننقل كلام العلامة المجلسي في الجزء السابع صفحة 257، يقول: تذنيب، تذنيب يعني نهاية المطلب، الذنب يعني آخر المطلب. اعلم أن الحساب حق. نقول في زيارة آل ياسين: وأن الحساب حق. حينما نلقن الميت في القبر نلقنه: اسمع افهم يا فلان ابن فلان، إذا أتاك الملكان المقربان فلان فاشهد بأن الموت حق، وأن سؤال منكر ونكير في القبر حق، وأن الحساب حق. نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة، فيجب الاعتقاد به، يعني من الواجبات أن نعتقد بالحساب. وأما ما يحاسب العبد به ويسأل عنه فقد اختلف فيه الأخبار. نحن بينا أن الأمور التي يسأل العبد عنها هو العمر والجسد والمال ومحبة أهل البيت صلوات الله عليهم. نقف عند فاصل. يا ابن آدم، ولدت باكيا والناس يضحكون، هل أنت يقضي في دنياك أم من الغافلين؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ هل جهزت الراحلة للسفر؟ اقترب الحساب واقترب الأجل. لو كنت ميتا مع الأموات كيف أتأمل الذكر الحسن والاستغفار لما بعد الموت؟ وقد تركت إرثا من العداوات التي قمت بإثارتها بين الإخوان، أدت بهم إلى فقد وحدتهم في الفكر والسلوك، وجرتهم إلى نزاع ممتد وكسر لا يجبر، والعياذ بالله تعالى من تلك الرذيلة الأخلاقية. إن صفة الجدال والمراء من الصفات الأخلاقية الذميمة، أساسها إيجاد العداوة والبغضاء بين الأصدقاء والأحبة، ونسيان ذكر الله، وجر الإنسان إلى الكثير من أنواع الكذب في الكلام. وهذه الصفة الذميمة كانت تلازمني في حياتي مع الناس من موقع الجهالة، تظهر من خلال كلامي ونقاشي معهم، والسبب هو حالة كبر وغرور في نفسي، والتي تجعلني لا أسمح بأن أذعن أمام الحق، بل تدفعني إلى حفظ التفوق على الطرف الآخر وإنكار ما يتضح لي، لأني أرى نفسي أكبر وأعلم من واقعي، وأرى الآخرين يعيشون الجهل وعدم العلم. وغالبا ما أضيف في كلامي عناصر التحقير والسخرية بالطرف الآخر، وهذه من أسوأ أسباب النفاق وإيجاد العداوة بين الأشخاص. وأحيانا ومن أجل تبرير كلامي أتوسل بأنواع الكذب، وهذا بحد ذاته بلاء كبير آخر. ومن العوامل التي تدفع بي إلى الجدال والمراء حب الانتقام، فغرضي هو تسقية شخصية الطرف المقابل والانتقام منه، وإشباع
حالة الحسد في نفسي أو تضعيف مكانته، وبهذا الفعل أكون قد أرضيت الشيطان الذي يزرع العداوة والبغضاء بين المؤمنين عدا التعصب واللجاجة، لأني لا أقبل أن أتنازع عن عقائدي وما علمته بسهولة. ومجموع هذه الأمور أدت بي إلى الابتعاد عن الله تعالى، ليكون المصير إلى الهلاك المعنوي والسقوط الإنساني. لقد جعلت مني صفة الجدال والمراء إلى أن يذهب وقاري بين الناس وتكسر من شخصيتي ومروءتي، حيث سبب الجدال الزائدة عن حده إلى فتح لسان الجهلاء علي إذا ما اشتركوا في المجادلة معي، ليتسبب في هتك حرمتي والإهانة لي. وإذا ما جادلت العلماء فإني أذوق مرارة الهزيمة، ويفتضح أمري ويكشف عن جهلي وتخلفي. لقد وجدت نفسي أعيش حالة الخصومة من جدل وبحث عقيم في مباحثتي مع الآخرين، بحيث أصبح هذا السلوك بمثابة العادة والخلق الدائم لي، فإن إيماني وتقواي وديني تتعرض لخطر الذوبان والحمق فإن إيماني وتقواي وديني تتعرض لخطر الذوبان والمحق، وينبغي علي الإسراع في إنقاذ نفسي من تلك الرذيلة والتخلص من هذا الخلق الذميم، والتحرك بصدد العلاج قبل أن تتجذر هذه الصفة في أعماق نفسي. والطريق الأول للعلاج هو اختيار السكوت في كل مورد يحتمل فيه أن يكون الجدال بالباطل، وطبعا فإن السكوت يعد علاجا للكثير من الرذائل من قبيل الحسد والحقد والنميمة والرياء وكفران النعمة والتهمة والكذب وحب التفوق وغيرها من الرذائل الأخلاقية التي تتجلى في سلوك الإنسان من خلال الكلام والنطق. النقطة المقابلة للمراء والجدال هي الإنصاف والبحث والكلام، أي أن أنظر إلى كلام الآخرين كما أحب أن ينظر الآخرين إلى كلامي ويدافع عنه، وبتعبير آخر أن أكون طالبا للحق فأبحث عنه وأطلبه من أي شخص كان ومن كل مكان، حتى لو كان الناطق به شخصا من العوام وكان هو عالما كبيرا ومعروفا، بل حتى لو سمع كلام الحق من طفل أو كافر أو ظالم فعليه قبوله من موقع الإذعان للحق والحقيقة. فما أحسن بي لو تباحثت مع الآخرين من موقع المحبة والصداقة والتواضع، وبدافع من طلب الحق والحقيقة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة علمي ومعرفتي والاستفادة من علوم الآخرين لإيضاح الحقيقة أكثر وحل المشاكل العملية العويصة والقيود المعرفية التي بإمكانها أن توصل الإنسان إلى أجواء المعرفة والاطلاع على المجهول. وهذا هو الجدال بالحق. ما هو الأداء العبادي في نظرك الذي يقربك إلى الله لتكون مستعدا للموت؟ والله أهم شيء للإنسان المؤمن خصوصا صلاة الليل، وهذه صلاة الليل الإنسان الذي يؤديها أولا تكون لهذا الإنسان نور في القبر إذا دخل، أو الليلة في القبر هاي تكون له نور صلاة الليل لهذا الإنسان المؤمن. وبعد المستحبات مثلا النوافل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتبع الإنسان على النار وتقربه إلى الجنة وتقربه حتى لأهل البيت عليهم السلام، وهي بالنسبة للنوافل والمستحبات وزيارة الأئمة عليهم السلام، والإنسان بعد أن يضحي من أجل الله وفي سبيل الله في كل ما يملك، مو فقط أنه الإنسان في مثلا في الجهاد يجاهد في نفسه وكذا، في كل ما يملك هذا الإنسان أن يجاهد هذه النفس وأن يستعد لله سبحانه وتعالى ولقاء الله سبحانه وتعالى في آخر المطاف وهو نزوله إلى القبر. هل صدف وإن قابلت شخصا قد توفى ولاحظت عليه الاستعداد لتقبل المنية؟ لا ما شفت. ما هي الالتزامات التي تقوم بها لتؤدي دورك بالحياة قبل حضور الأجل؟ كما قال الإمام عليه السلام احتط لدينك، الاحتياط للدين. فالإنسان عندما يأتيه الموت يكون مطمئن، لأن الاستعداد ليس هو مثلا، لأنه سفر طويل. إن العقبة لكؤود، إن السفر طويل، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الإنسان
أن يهيئ نفسه طيلة هذه السنة. يعني الاستعداد للآخرة ليس مثلا في سن الكهولة أو الشيخوخة كما نرى بعض الناس مثلا يقوم ببعض الأعمال التي لم يقم بها مثلا في أول شبابه أو وسط شبابه أو آخر، لكن آخر عمره مثلا يذهب إلى الحاج وهو مستطيع قبل مثلا 20 عام، أو مثلا بعضهم تراه لا يؤدي الخمس مثلا أو الزكاة أو ما يترتب عليه، يعني اشتباه وغفلة. أنا لا أقصد يعني أن يكون هذا الإنسان متعمد، أكيد، لأنه الحمد لله الآن المكتبة الإسلامية غنية ومراجعنا الحمد لله يوجهون وعلماؤنا يوجهون. الآن أصبحت مثلا باستطاعة أي إنسان أن يراسل لأي مرجع مثلا يقلده أو أي عالم يسأله ببساطة بالأنترنت ووسائل، ما شاء الله هذه الوسائل الحديثة الآن. يعني فالاستعداد للموت هو يجب أن يكون يعني من أول بلوغه وشبابه، وهكذا يتدرج يتدرج، لأن الجنة كما تعلمون طبقات، يعني يجب أن يرتقي الإنسان كما يحب أن يرتقي في الدنيا إلى أعلى الكمال، إلى أعلى المراتب، إلى أعلى الدرجات مثلا في الدنيا، هكذا يجب أن يستعد الإنسان للموت. ما هو رأي العلامة المجلسي بالنسبة إلى حقيقة الميزان وكيفيته؟ يقول العلامة المجلسي في البحار إن الأخبار في كيفية الميزان مختلفة، فالأحوط والأولى أن نؤمن به ونترك البحث والتفصيل في حقيقته لئلا نقع في غير الحق. سائر الأمور من قبيل المأكولات والملبوسات والمشروبات والمسكن والمنزل لا يقع موردا للسؤال، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن هذه الأمور إلا إذا خرجت عن حد الاقتصاد، يعني عن حد التوسط، ذاك يدخل في موضوع الإسراف. الله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن الإسراف، لماذا أسرفت؟ الإسراف في اللباس، الإسراف في المسكن، الإسراف في المأكل والمشرب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن الشرب والأكل، لماذا أكلت هذا أو شربت هذا إذا كان حلالا، ولكن يعاتب العبد على إسراف الذي أسرف على نفسه في أمواله وما شابه ذلك. إذن العامة الذين يفسرون ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بالنعيم الظاهري من المأكولات والمشروبات، هذا التفسير على خلاف مذهب أهل البيت. وفي نهاية المطاف أقول رواياتنا وردت بأن من الحسابات التي يقع يوم القيامة الحساب عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كيف عاملتم مع أهل بيت رسول الله؟ كيف معاملتكم معهم؟ هل أديتم حق الإمام؟ هل أديتم حق ذوي القربى؟ الله أمركم بذلك. الكتاب العزيز يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل أديتم حق المحبة والمودة لآل بيت رسول الله؟ يا جماعة المسلمين، أداء الحق لأهل البيت الاعتقاد بولايتهم ومعرفتهم وإمامتهم. من أنكر ولايتهم وإمامتهم ومقاماتهم يكون يوم القيامة من الزمر الذين أنكروا حق أهل البيت، يحاسبون ويعاتبون ويدخلون إلى النار. ويقول الله عز وجل لماذا قتلتم آل بيت رسول الله؟ قتلة أهل البيت يوم القيامة معذبون. ولكن في عصرنا وفي القرون المتأخرة كل من رضي بفعل هؤلاء قتلة أهل البيت، ومن رضي بفعلهم
لعن الله من قتلك بالأيدي والألسن. نحن نخاطب سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه، لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الأمة الراضية بفعل قتلة الحسين صلوات الله عليه هم يحاسبون يوم القيامة. وكذلك في عصرنا الذين يسكتون في قبال مسألة أهل البيت، مسألة عاشوراء، مسألة قتل الحسين صلوات الله عليه، مسألة شهادة الزهراء سلام الله عليها، الذين يسكتون قبال هذا المسائل والمصائب لأهل البيت، هؤلاء أيضا من الذين يحاسبون ويعاتبون. ما موقفك أيها العبد أيها المسلم؟ ما كان موقفك أمام قتل الحسين سبط رسول الله في الدنيا؟ كنت من الباكين على الحسين؟ يشملك قوله ألا وصلى الله على الباكين على الحسين، تشملك الصلوات والرحمة الإلهية إذا كنت من الباكين، إذا كنت من أصحاب العزاء والرثاء على الحسين صلوات الله عليه. وأما إذا كنت من الذين كانوا لا يبالون بأهل البيت، يجيء عاشوراء ويذهب لا يعتني بشأن عاشوراء ولا يبالي بعاشوراء ومسائل الحسين صلوات الله عليه، هذا مقصر، بل هو راض بفعل قتلة الحسين، يكون يوم القيامة من الذين يعاتبون ويدخلون إلى النار إلا أن تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل المودة لذوي القربى ومن أهل المعرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. للكلام بقية في مسألة الحساب، إن شاء الله سنقف عند الكلام في الحلقة الآتية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.